يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدا الجمعة طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، مائل الحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، وليلا في الصباح الباكر من المتوقع أن يسود طقس معتدل على شمال البلاد مائل الحرارة على محافظات ومدن الجمهورية. وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا الجمعة على محافظات ومدن الجمهورية العظمى والصغرى، والبداية من القاهرة 34-21، الإسكندرية 26-19، مطروح 24-19، بورسعيد 28-19، الإسماعيلية 35-21، ومن الإسماعيلية إلى السويس 35-21، العريش 30-20، طابة 35-26، شرم الشيخ 38-26، الغردقة 38-26، وإلى الأقصر 42-28، أسوان 43-28، الوادي الجديد 41-26، شلاتين 38-28، وحلايب 37-27. والآن نستعرض معكم درجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية.